صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميم بشان عطله اول السنه الهجريه 1443 هجريا، جاء في التعميم انه بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده 1443 تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم الاثنين الاول من شهر محرم 1443 هجريا والموافق للتاسع من شهر اغسطس 2021 ميلاديا.